اهلا وسهلا مرحبا بكم في كونتر اتاك. كونتر اتاك اللي يجيكم اليوم بعد تعب كبير برشا. مثل خويا خذ لونتين ما تلومش. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا في كونتر اتاك. اليوم باش نحكيو على ما بعد مقابله البارح، على ما بعد تتويج الترجي الرياضي التونسي، ونحكيو على كونتر اتاك وبعد الكوفرتور اللي عملناها للماتشات الكل، للبطوله الكل. اليوم التتويج بالنسبه للبطوله التونسيه والتتويج بالنسبه للبطل الترجي الرياضي التونسي، نقولوا الف مبروك. لا انت ما تساعدش يا عبد الرجلي، انت لا ما تخلصش دور لي. تفضل لعبه ولا تلعبها ازاي باهي بشوي اسمع صوت هذا اللي موجود معنا تشوفوه شويه. يا اخي اذا كنت تتفرجوا فينا على اللايف تدخلوا تو سويت على باج راديو كابا فيم وتتفرجوا في اللايف. بحذنا زوز من اهم فما في اي هما توا بالساحه اهم فما زوز من اهم فما في تونس. السلام عليكم معز بن شرفيه، شحوالك؟ مرحبا بيك خويا وبكل مستمعين. مبروك معز، بارك فيك. عاش شكون جبت معك معز؟ اسمع ما جابش معزره باش نبداو، هو بيتو مازال ما مساش. صدقني تو كي جابها هيثم ما مسيت الشامبيون. هو بيتو مازال ما جابش الشامبيون. هيثم كيفاش تعمل فيها الحكايه؟ لا 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 اكيد ساعه رمز البطوله. سمعتني البارح خمسه سوايع كاملين ساعه البارح ولا سمعت من بعد الماتش ولا بعد الماتش ما سمعتش خاطر هبطت الباب سويقه خاطر للخدمه نخدم على روحي. باهي دونك هذا هو الجو باش يكون من هوني هكا تحب الريتم معناها. هذا هو الجو باش يكون من هوني حتى كش الاربعه اكيد في كونتر اتاك. اليوم باش نحكيو على تتويج الترجي هذا التونسي بالبطوله رقم 27 قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال، لانه برشا كلام خاصه 26 قبل الاستقلال ما يتحسبش. ايش رايك ساعه في الحكايه موز؟ 27 المفيد هزينا الشامبيونات تاعنا يعني اللي تتقيد معناتها في تاريخ الترجي الرياضي التونسي. بالنسبه لي انا يمكن الشامبيونات السادس هذايا، من بعد خالي شمام جي انا خالي له السبعه انا هزيت سته ان شاء الله. جي اخي ان شاء الله مبروك يا حياه قلبي. مبروك معز مبروك بعد الماتش البارح. والله شو نقول لك، تصويره اللي قعدت اللي هي الببليك نتاعنا اللي صحيح فرح برشا خاطر تقعد عامين معناتها بعيد على الشامبيونات بالنسبه للمكشخين حاجه صعيبه برشا. ما نجموش يقعدوا عامين ما غير يهزوا الشامبيونات. نتصور اليوم اكد لنا الترجي الرياضي التونسي هو الاجدر بالتتويج بالبطوله، مع كل احتراماتي ديما للليكيبات الكل، مالغري النجم الرياضي الساحلي اللي بالحق معناتها عمل مسيره كبيره. كنا الزوز معناتها في نفس النيفو، يمكن البارح اللي حسم الفارق اللي نحنا كنا موتيفي اكثر من اللازم وتعبنا على التيتر هذا وضحينا برشا حاجات. تو نجي نحكي هنا، قلت لك عطيني تصوير اللي قعدت البارح. تصوير البارح ما مسيتش الشامبيونات معناتها حتى كي هزيناها ما مسيتهاش. وتصوير البارح قعدت لي بالنسبه لي انا بيرسونيلمون هذاك باش حاسس يعني برشا عباد تضحك اللي هز خليل هز التيتر. خلي شمام هز التيتر وتو يفهموا هو ميساج مش لا 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 بالحق معناتها خاطر هذاك اكثر من خويا اكثر من صاحبي عاشق تاع عمر انا وياه. تيتر هذايا بالحق حبيته يهزه خليل. بيرفورمانس كبير اون بلوس خليل معناتها فان سيزون. اي قلت لك معناتها خلي شمام ساعات نبدا نفدلك عليه في الانترمون نقول له معلم مع الجعايدي وبدر سي 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 لا من 2006 ولا 2007 قلت له بالحق. من الجوارات اللي نقولوا احنا تعداو بفتره نتاع فراغ موجوده فتره الفراغ تعداو بها ومشاو عملوا دي اكسبيرونس اخرين، وكي رجع للترجي ورجع الفورمه نتاعو مش كاسم انه خلي شمام كانوا يلعب في الترجي رجع للترجي، اللي رجع بالفورمه نتاعو بالبيرفورمانس نتاعو وليناه كيما قلت انت يهز التيتر. دونك الاهداء نتاعك انت هو خلي شمام. لا فما برشا حاجات ورا الاهداء كمل هو باي كمل اخسر التبسيمه ما اخسر التبسيمه بتاعت نو ميسي هذيك. لا ولا لا خاطر بالحق يمكن حاجات ما تحكيهاش ماني بيت انا. لا باش نقول لك انا باهي نعرفت، اما هو اللي يقول لك حاجه عندي يقول لك حاجه مش كلاش صحيح. علاش تو قبل الماتش انا وخليل قلت له عملوا ماتش الشامبيونات مع ليتوال دو دو انا وياك نفدك عليه، قلت له زوز عصافر قاعدين على البنك عصافر رجعنا تو قلت له شو سبحان الله معناتها قلت له وريك كي نرجع بتيتروات معناتها قلت له هذيك الحاجه باهيه. يمكن حتى ساعات نبداو في البريباراسيون
اول عام قلت له يا خالي نخدم هما عشرة نحن عشرين نخدم بقى تشوف تشوف سنش باش نعمل. الحمد لله ربي وفقنا وتوجنا بالبطوله هذه اللي ضحينا على ضحينا بها برشا ومازلنا باش نحكي وخاطر فما برشا عباد لازمني ما ننساهمش. ملا والبطوله ماهيش ماتش اكيد في الاخر احنا باش نحكيو على الماتش خاطر كان فما بنا في البطوله سنه في 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 الشامبيونات دور اول مره تصير في اخر جوله انه نلعبوا على البطوله صارت قبل لعبنا على لعبنا قبل بجوله دونك فينال في في البطوله نكهه كبيره البطوله التونسيه ما نعرفش يمكن هذا نجم يجاوبوا به العباد اللي برا قاعدين يتفرجوا في البطوله التونسيه اللي حالتها تمشي وتجي فيها دي دي ودي با ولكن بطوله قويه بما انه نخلطوا نلعبوا الاخر الوقت على البطوله صحيح البطولة سنة بالباهي نتاعها بالخايب نتاعها يمكن لخصناها في أحسن حاجة هي في آخر المقابلة ضد النجم الرياضي الساحلي المقابلة كانت محترمة من نواحي الكل ورينا وجه باهي للكرة التونسية يمكن الحاجات معناتها اللي قلقوا شوية يمكن شوية تيرانات مي الحمد لله في البلاي أوف كنا نلعبوا في تيرانات باهيين مي كيما قلت لك كي تشوف ليكيبات التوانسة معناتها في الأفريق الأربع ماتشات الأولى معناتها الناس كل ريزيتا بوزيتيف تحس معناتها الكرة التونسية قاعدة تتحسن وقاعدة تزيد تقدم وهذاك علاش نحن نحسن بطولة معناتها في الأفريقيا أكيد باش مازلنا باش نحكيو برشا خاصة على السيزون السيزون الطويلة هذايا اللي الترجي يكمل فيها بطل أفضل خط هجوم أفضل خط دفاع وبطل الفريق ومازال الكوب دونك رقم الهاتف عناوين الاتصال العميد فوالا تكلمونا على 31 36 37 50 ونذكركم تنجموا تكونوا لي زيسبيرونتيست اللي يسمعوا فينا الكل موجودين لهنا تتصوروا مع معز مشرفة مع رمز البطولة اللي جابوا هيثم يعطيك الصحة شكرا لك رمز البطولة موجود لهنا بحضنا إذا كان فما اسبيرانتيست يسمع فينا ما يخليهاش في قلبه أش قولك أنا حالة أنا راني عملت تصويرة يا جماعة ما تخليهاش في قلبك توا كان تسمع فينا قريب لهنا في البحث الغديو تطلع مرحبا بك توا في البياج أنا متعدي باش نخلص البياج خزر لي قال لي خذيك الشامبيونات كان في بالي راني مجيت وحدي أنا مجيت معاك أكمل. قلت له اي ليه ليه قال لي امبوسيبل استعمل لهنا قال لي امبوسيبل ما حبش يصدق فوالا دونك الناس الكل يسمعوا فينا أوكي. فرصه لكم اذا كنتم تكونوا موجودين بحضنا لهنا تحيه كبيره لكم مازلنا باش نحكيو على البطوله التونسيه رمز البطوله موجود بحضنا ولي زيسبيرونتيس اللي يحبوا يعديوا ديديكاس ويحبوا يسلموا على معز واللي يحب يسال معز دونك 31 36 37 50 هذا نمر التليفون تخلي اسمك ونمر تليفونك وتكونوا معنا لهنا في الديريكت ان شاء الله باهي دونك مازلنا باش نحكيو برشا البارح الجو في وسط الفيستير وواحد كل تتذكر حاجه مازلت انا عندي فيديوهات لا لا الميكرو الميكرو كل الحقيقه الحقيقه والله نزيد عليك حتى كلمه ربحنا ساعه وانا خارج باش نحكي لك بارتي تاع ميسيلش احكي فما وقت نورمال احكي عندك كل الوقت ماز انا خارج عرضني سي حمدي قال لي هات المريو قلت له سي حمدي المريو هذاك مبخبخ فيه هذاك شويه بوخو هذاك قال لي هات المريو ناحيه المريو هات المريو انا خارج التونيل عرضني شكون بلاي الشورت ناحيه الشورت مشيت الفيستير ما زلت عملت هكا لبست الشورت والمريو وعاود خرجت انا مازلت هات المريو هات المريو عاود ناحيه مسكين عمك مراد قاعد ماتريال بالنسبه هذه الحقيقه خاطر فما برشا عباد تخدم في خدمه كبيره نحكيو عليهم عاود رجعت له قلت له عم مراد من الاخر يا ودي قال لي المريول ب 500 يا ودي انا 500 تو خذ له اسكت على راسي لا مريول تراشي ب 500 برسمي اه متعطي مريول ما يقولكش هو ديجا عطيه تاخذ 500 مريول ميسي ب 400000 كيفاش مريول تراشي ب 500 ليه ماكم كوي يرجعوا فينا فهمني اما سي حمدي قلبه كبير حتى انا حيولك 500 سامحك فيهم باهي ما في بالك المريول شو عمل بيه سي حمدي ولا ما عادش ما ثبتش طيشوا للجمهور ما كنتش الجمهور مشي هز المريول مشي في بلاصته مشي كلفوا له 10 مليون بريم التيتر كلامه ايش مش يتكلم له مسكين عمدي المد مشكور اللي هو اليوم وقت اتصلت به على رمز البطوله كان معناتها بصدر رحب تحيه كبيره ليه يزيد اللقب ب 12 ملي كان ملي موجود في الترجي الرياضي التونسي هون يقولوا انه بريزيدون نتاع كلوب مانيش نحكيو على الترجي ولا اي انتماء بريزيدون نتاع كلوب اللي يعرف يخدم الكلوب نتاعو اللي يعرف كي يجي الكلوب نتاعو ما يعملش مشاكل كي يعرف يجي الكلوب نتاعو يزيد يخليهم الفرصه والبوسيبيليتي ويوفر كل شيء باش نشوفوا لي تيتر فينالمون اي كلوب يلقى حد يتلهى ويلقى هيئه مديره تنجم توفر لك الجو اللي تنجم تلعب فيه تنجم كان تحصل التيترويت باه نعاودو نرجعو للفيستير باه حكيت لي قبل الفيستير في وسط الفيستير دخلت الفيستير ما فهمتش انت باش تعمل حاجه بوس وتعني باش تعمل حاجه بوس تعني باش تمشي تدوج يحب لك ساعه فيها جلول والثاني شيء لا انا قلت لك معناتها لا بالحق معناتها باكل شيء راهو جوار صحيح راهو يلعب ويعطي كل شيء مي فما حاجات يحسهم كي يشوف الجماهير نتاعو فرحانه كي يشوف العباد كي تشوفه تعنقوا وتسلم معناتها تسلم عليك بمحبه معناتها صحيح هو تيتر عنده الشارم نتاعو كل شيء مي كي توصل تفرح معناتها العباد هذوما كل
هذاك البلوس امبورطون مالغري لي تتعب وتضحي وكل شيء وساعاتك يسبوك يبداو متغشين عليك تقبلها بالسونس بوزيتيف خاطر الناس كل تحبك الحمد لله. انت داير من العبيد اللي تقبل النقد بالسونس بوزيتيف كي نشوفوا البيرفورمانس نتاعك في الـ في, الـ في البارتيات حتى كي ساعات فما النقد ولا فما حاجات من الجمهور ديما كانك تحس بالجمهور وتحس بمحبته ليك وبمحبته للجمعيه. عمرك ما عملت نرفز, عمرك ما عملت دي رياكسيون خايبين, تعرف كان الخدمه وتصلح وتحب مخير وتحب تفرح الجمهور. هوني ظهر لي حاجه ناقصه في الشامبيون في تونس بما انه الانتماء معناها في البروفيسيوناليزم الانتماء ولا بعيد شويه كانك معز بعيد على هذا الكل وخدمتك الكل. يمكن الجمهور اللي كنت انا كي نشوف تبدا في وسط التيران في وسط الماتش كيفاش تغزل للجمهور وتحكي معاه نشوف كانوا اهم بوتيت حتى من الفلوس. باش يجاوبك هذا الكل بعد ما نسمعوا سعد المجرد. شكون المعلم؟ المعلم عاد هذا المعلم بحذانا لهنا موجود بحذانا باش تجيو شكون موجودين بحذانا اذا كان قراب لهنا ليزيسبيرونتيست الكل نقول لكم مبروك عليكم البطوله, مبروك مبروك للترجي هذه توس تكونوا موجودين بحذانا اذا كان قراب لهنا تتصوروا مع معاذ بن شريفيه ورمز البطوله اللي موجود. نرجع بعد الاخبار. هذا هو الجو, جو حفالي اليوم احتفالا بتتويج الترجي هذا التونسي الترجي البطل. الترجي صاحب البطوله رقم 27 ويحضر معنا كما قال قبيله غازي اغلى زوز توا في تونس والزوز المطلوبين هي رمز البطوله وقائد فريق الترجي هذا التونسي معاذ بن شريفيه تحت القاع. خلي شميم قاد اسمع انا صاحبي الوقف كان جبنا خليل برجولي لا والله انا فرد مره جبنا خليل خلينا نفهم الحكايه شنو لا خليل البارح فما ديكلاراسيون تاع بعد كان تحب حتى نعاودوا نسمعوها التعديل البارح تاع خليل برشا سالوه من بعد على المستقبل بتاع خليل تتصور شنو كانت اجابه خليل معاذ نفس الاجابه اللي جاوبنا اللي هي خاطر زوز نفس السيتياسيون اللي هي هذاك بزنا انا جينا باش نحكي وكل وزوز ولا الترجي وزوز عشنا في الترجي وزوز طاحت بينا عاوني وزوز طلعت بينا اي ومن بعد ربي سهل في كل ما بخير. خليل البارح قال لي راه ما نحكيش على الترجي وخليل في مستقبل ما عاد قال كلمه واحده مستقبل خليل هي ترجي ومستقبل ترجي وخليل معنا ما فماش ما بيناتهم. نقول لك فازا قول يا خويا تعرف انت عاد الاسبيرونس مو فخري تعرفوا عنده 200 سنه في الاسبيرونس. قلت له خليل اخذتها انا وياك تكمل الكوره تتعدى ديريكت الكار مسؤول من مسؤول بعد تتعدى الله اعلم ديريكت. قلت له لي راسك شيء دونك ربي يسهل في كل ما يخير. هي السعيب بعدين نعرفوا اللي انت فات كونترا ونعرفوا اللي ما فما تشامبيونز ليغ وشو كيفاش كان يحكي وخزر له عينيه الساعه كيفاش. هاي والله ليه والله ليه نحسك موجوع في الحكايه هذه يا معلم. ايه مش كيستيون راني موجوع ولا حاجه ما لازمش نيغوسي كونترا انت والجماعه وا سورتو مع بريزيدون بي اسهل من هكا شو خاطر بالحق مالغري راهو برشا عباد نتاع غش ديما راهو خليل ومعز من اقل العباد تونس هذه اول حاجه ومش مشكلتنا الحاجه هذيك هو افكتيفمون هذاك شنو حاب نقول لك خاطر في الترجي برشا يقول لك مش مشكلة فلوس بالنسبة لي انا خالي مش مشكلة فلوس مشكلة كتابة التيران. الحاجة اللي نحسها انا وخليل يحسها غايلان يحسها معناها مش ما نحكي لك على اصحابي معناها يحسها اولاد الجمعية خاطرك انت كي تعيط مالغري اللي تلعب ومعانا وكل شيء ماكش تعيط كي واحد ولد الجمعية بالحق. فما منها المشكلة هذه في الترجي هذا والجمعية وهذا مش ولد لا 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 فرجاني دام لعب معنا شهرين ولد جمعية عندي كل أولاد جمعية أما نحكي لك معناتها في الباركور في فما حاجة من الروح معناتها تقول لي شنو غادي خارجة مش من القلب غادي من القلب خاطرك بالحق كي واحد يهز تيتر وقتها تحس بالرسمي اللي كنت تعبت مش تعبت عليه ضحيت عليه برشا حاجات سورتو كتشوف عبيد يخفى معاك وسيرتو راهو في الكوتي خايب انت خاطر عملناه واللي صار صدقني كان جاي واحد ضعيف لهنا في مخه ما ينجمش يرجع صحيح تو راهو مطيش جماعه اخرى اما الحمد لله وقفت معاه رجال شكونهم؟ بيان سور انا نفكر زاد رئيس النادي وقت اللي كرة بجاي اللي ضيعتها وخسرنا وربحنا كلمني نص ليل ونص عشان انت بريزيدون يكلم جوار نص ليل ونص قال لي ما لقيتش قال لي بقى اخذ مرتاح وانا معاك بيان سور امي بابا صحابي كيف كيف فما صحابي بالحق في البيع والخير معايا كيف كيف زاد عندي اونتونور اقول
مش نقول لك جون جاك جون جاك جاكوب. جون جاك يحكي معي 10 سوايع نستفيد اكثر من 100 انترومون معه بالحق يعاونك برشا برشا بيان سور. واحد ما ينساش دائما بنذكر اللي بالحق معناتها اللي هو وكيل عملك وكيل اعمالي باش بالسنس وراق راه نعرف وكيل اعمالي اكثر من وكيل اعمالي برشا هو يامن في هكاك مع مع مع, مع يقول ولادي معناها ولادي يقول اخواتي يعني ولا ولادي ولادي معناتها شفتي ناحي من عنده يمدلك ما عندك شنو يعطيك صبات بالنسبه لي انا يرحم والديه وان شاء الله اخويا نفرحوا هو يقول لي كلمه واحده يقول لي كي يشوفك المضمون تاعك طالع ومريقل هذاك بالنسبه لي انا احسن حاجه عندي بيسوتو بيان سور امي وبابا كيف كيف اخواتي زوز اللي بالحق خاطر وصلت عمناه ولا راني باش نحكي لك راني روح للدار مش مستوعب كيفاش كنت نكوم ونكورش وكل شيء مي كانت الاكسبيرونس باهي ورجعتني اقوى من قبل افكتيفمون هذاك حبيت نحكي لك معاذ يقول لك الضربه ما الم... 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 تقسمش الظهرت قويه بيان سور قلت لك في البريباراسيون سي عمار يذكره بالخير ويرحم والديه زاد هو بالنسبه لي انا مشارك معنا في الشامبيونات وديجا قلتها البارح العباد الصباح تقوم 6 تاع الصباح كي باش نعملوا الكورس نعملوا 50 دقيقة ايه ساعة ونص هو صبري ابو عزيزي كان جي نهار قول له مؤشر صبري المعد البدني قول له مؤشر قول له يدي يزي راك تتقطع قلت له لا انا مش نعمل ساعة ونص هم يعملوا مسكيولاسيون 20 نعمل 50 تاع واحد بالرسمي عبارة بدا يهز زيرو السنة راني رحمة ليه باش وقت بجي فورستي باش تاخذ هي ديجا راهي كوره زهر شوف معناتها علي كان يمشي يكور كل شيء وبالنسبه هذه معناتها حتى علي مساهم كيف كيف القروي الصادق مساهمين معنا في الشامبيونان ما الدنيا اسباب والكوره اسباب جات البليسير نتاع علي قبل باربع خمس ايام الماتش تاع ليتوال لعبنا ماتش اميكات تضرب بعد ماتش ليتوال عدي تروحي مشيت رجعت الدور يمكن ربي كرمني خاطر بالرسمي تعبت برشا تعبت الحمد لله الحمد لله زيد جاي كامل سي فوزي بعد هو سي فوزي اول جاي قال لي خلي انت ماكش كاش خلي يدك واش بيك خلي قلت له يا سي فوزي راني هكا قال لي خويا تبعني ولا ماكش تبعني قلت له نتبعك اول خمس ايام عمل لي خويا كل يوم ساعه ونص جاك اول خمس ايام مزدك واحنا من كوب دافريك يا ربي لا بلا ليك اول خمس ايام يا بابا شو نحكي لك زحيم البنزرتي وقال لي شفت انا سناء باش نردك اقوى جول وباش ترجع كيف ناسيونال وقدرت ربي باش تلعب لاس قلت وانا معك الحمد لله يا ربي هو زاد سي فوزي نلعب كادي اجي قال لي الجول هذاك جيبوه باش طلعوا كاهو سنة قالوا لي ودي لاباس 17 سنه انا سبعة ما عندي 17 سنه قال الجول هذاك حاجتي بيه الحمد لله يا ربي بالمناسبه هذه نهديو له شامبيون باهي دونك برشا هذول باش نهدي لهم الشامبيون قبيله كنا حكينا على الفيسيير والامبيونس على الفيسيير تحب نسمعك الخوذه والجوج من سات الفيسيير هاتنا الاجواء في الفيسيير غنيتها برشا عاد انت هذه غنيتها شنو غنيتها؟ غنيتها تما بالله والله الا غنيت البارح شنو وقتاش غنيت؟ كي طلعنا قبل ما دونا التيتر عملت نمروية لازم النمر ترعش 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 لازمني خويا مالكري لازمني خويا نعمل ضريبة هذه ما تحكيش هكا وليت لهم البهناس والبشكوطه نتاع الفيراج دارت عديت في التلفزه تركزت عليها عديت في الديريكت باهي شنو تحب نسمعك مزود ولا شنو تحب نسمعك بعد شوي مزود نسمع كل شيء انت اعطينا خويا اختار باش تبدا ترعش قال لي ترعش لي ترعش لا شيء النومرو تعمل البارح سمع شنو تحب نسمعك هاي قول ولا نسمع كل شيء في المزود وكل شيء وكل شيء ما يصيرش سمير ولد جماعية سمير واحد تاع سمير هايدا سمير باهي نوت الحضر وسمير لوسيف هات نسمعوا شنو قال فوزي البنزرتي خاصه ورياض بن نور بعد التتويج تاع البارح
ولا بتظهر الترجي اليوم معناتها لان الفتره الاخيره كان من افضل فريق يمكن الوقت في تونس. اليوم برهنا كنت لازم نساعدي لو فريق كبير ومعناتها ملاعبيه كل نعرفهم ملاعبيتي انا والحمد لله معناتها حتى بعد ما شدت لهم وقلت لهم معناتها يفوت كونتوني ترافايي وتنسال فوتبول مره عندهم مره عنا. ظهرت الترجي اليوم معناتها قوه معناتها كبيره في الميدان والحمد لله نشكر اللاعبين فريمون في فتره وجيزه تاقلموا مع طريقه نلعبوا بها وكانوا حريصين على النتيجه نشكرهم برشا 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 الحمد لله ونقول لهم بارك الله فيكم ومرسي بها خاطر اللاعبيه خاطرهم اللي تقتل الفتره الاخيره الكل عندهم مقابلات ممتازه ان شاء الله نواصلوا به ان شاء الله نواصل. هذا كان سي فوزي لوزاره التعليم بعد ايضا نسمع وسيلات بن نور ايضا باش يكون معنا وليد العارم باتصال ايضا اللاعب الاسوره في الترجي كي نقول لك شكون تسمي لي ترى برشا لاعبين اساطير في الترجي بصراحه بصراحه جول بكل صراحه لا ملاعبي في وسط ميدان ملاعبي وسط ميدان الأخير عاد اللي عنا أنا اللي سيسيو تاع قذيب والفتور بعده هاول جماعي واضح والفتور بعده قذيب بعده تكون معنا بعد من الدوحة فهم الوحيد سعد بقيت سعد إن شاء الله ويوصل إن شاء الله إن شاء الله نسيت عايد الحمروني عايد الحمروني أخوي رناني راني مش أبدأ في بيه هاي هذاك شو بيقول لك في الدزويت ها هيك غادي التوا عايد هيك غادي أنت في وحدك به برشا مازالوا يتفاعلوا ساعة باش يتجدد ولا لا مع الترجي هو هذا كلام انت ما نحكي جاوب هو مش جاوبني انا سيدي حكايه كلها مش حكايه تصحيح حكايه انتماء انت غدوه سي حمدي انا وياك كلمه يغزلي كلمه رجالي سي بون سي سبار لي الفلوس انت النهار لحد ماشي لذيو بيدي ما مازال تاخذ قداش على كونترا خمس سنين و 2017 دوك 2022 به 2022 بعد 2022 تزيد خمس سنين باهي 2027 بعد زيد عوامين ثلاث سنين هكاك باهي تكمل كوب دو موند الاخر بعد يدخل باساسيون على جون جاك لا ما نمريش راني ديريكت لازمني نعمل عام خاطر كان باش نعمل عام ديريكت شنو باش يريح مخه ساعه باش نعمل الاسبيرونس ب 10 يمشي يطي شويه شويه يبيزا شويه نعرفش انا وين وبعد يجي لا نمشي نعمل ضربات في سوريا وراش سوريا لا سوريا من وقتها لا تتنظم وقتها سوريا ما تمشي هيك ترجع وقتها باهي دونك هذا هو كيما قلنا هذا هو جونا هذا هي الامبيونس هوني في الراديو دونك 31 36 37 50 بالنسبه للي يسمعوا فينا الكل واللي يحبوا يهنيوا ترجي واللي يحبوا يهنيوا معز بن شريفيه كيما قلت بالنسبه للي يسمعوا فينا خاصه حبايب الترجي اللي يحبوا يتصوروا برمز البطوله معنيهم اللي يجيو بحذانا هوني يتعدى يلقى رمز البطوله ايضا يلقى معز بن شريفيه دونك سمير لوسيف شنو تحبوا نسمعوا سمير لوسيف سمير لوسيف احنا حبينا معز يختار خاطر بالحق اليوم تدلل مش كان في الغناء بعد قول اللي تحب عليه قول اللي تحب غنيته كل بي انا مسيرش كان فما يميمتي الغالية يميمتي الغالية يميمتي الغالية خاصة عندي ديكاس اللي جات خاصة اي ديكاس اكيد معز راهو من العباد اللي متاثر برشا بام وبوه راهو بون صحيح الناس كنا ابونا وبابا وامي اما معز خاصة شوف في هذول حاجات خاطر نعرفهم عليه والها خليه هو باش يحكيهم خير معز في لي مومون في بلاس مثلا في المومون اللي يضعف فيهم الواحد ذولي امه هي اللي يلقاها في الدار ومعز على اكزامبل معناتها لا مش كيستيون حاجات خويا ربي يفضلها لك حاجات اقوى 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 من اللي تتصور العباد اقوى من تصور العباد معناتها امي شو نقول لك معناتها وصلت معناتها انا بابا عنده مزرعه قبل اللي يخدم فيها معناتها صانع كل شيء معناتها امي ديما معناتها الظروف على قدها ديما معناتها كيف نقولوا نحن الديشين تاع الحم تخبيه باش تبيعه باش تجي تمد لك على الفين ثلاثه الاف باش تبيعه بالحق التو قدامي ذيك ما تقولش لبابا تقول له يوس الزوز حتى بابا قبل ساعات نبدا ونقرا معناتها نقرا وكل شيء ما مشيش ترانا ساعات باش نقعد نعاون وكل شيء خاطر وقت جيت بريود برد شويه ساي معناتها شيء ديما تجي تقول لي بابا امشي ترانا تو نشد الحانوت بالحق الحمد لله هكا الحمد لله هديت لها ظهر لي الشامبيون هذايا في عيد الوحيد خير ان شاء الله برشا لا على الاقل انا في انا كي نشوفها تضحك ايزي ايزي هكا تضحك هي اقسم بالله صحيح شامبيون وفلوس و اما كي نشوفها فرحانه وتضحك كي ندخل انا تصدقني من بديت نكوي سينيور تو فماش ماتش نبداش نلعبوا ما فماش بيسيت ما يخدموش نمشي لوتي نتكلم بفان رول مفيد نتكلم امي تقول لي ربي معاك التو ربي يفضلها لك خويا به يا ميمتي الغاليه سمير لوسيف الاهداء خاص للولد
كونتراتاك مازلنا متواصلين كما قلت. حصة غير عادية، موعد غير عادي، وانا عندي تليفون غير عادي توا. معز قول الو. الو الو صباح. اه صباح لطيف. الحمد لله. اه وينك؟ وكيفاش جابوا النومر؟ خالدين اش نحوالك خالدين؟ لا عسلامة. اش نحوالك هيثم؟ هيثم الراجدي معاك ومعنا صاحبنا غازي. انت معنا توا في المباشر. هاو البطل بحذاك معز توا كان يحكي لنا برشا 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 حاجات. هاو خليك هو الساعة، انت شنو تقول له وبعد تو نحكيو. كلمه خالدين هاو يسمع فيك. عبي والله انا نكلم معز ولدي هذاك. ولا سرقت عليه. اي فكان عليه هذاك ولدي نعرف هو شنو يعرف معايا انا وصلت قبل الماتش. هذاك التليفون اللي قبل الماتش هذاك. نقول ربي معاك وربي يوفقك ان شاء الله من حسن الى احسن. ونعرف معز راهو كي يخدم على روحه راهو ما تجي قدامه حتى شيء ويخدم ديما. نعرف كي يدخل للدار ونحكي معاه يعرف على شنو يحبه. هاي معز. هاي نسمع فيك. هاي هكا هو انت لاباس. مبروك عليكم البطولة. مبروك فيك. ما كناش مع بعضنا في الدار. وقت سألنا قل لي يا اخي خالدين يا اخي ما كانش بحذاك في الدار. قال لنا روح اول بارح. ما كانش بحذاك في الدار. ليه ليه يدفع دخته ساعات. خاطر هو قال لي روحت. ليه بيحكى الاخير. ان شاء الله ليله باش يمشي استاذ يدفع دخته بحذا يعني رجل اخته. ويا مولد خال عاملين جوا هذيك قبل الماتش. يا ربي يفضل هيكم. وخاصة نذكروا قبل قبل ما يمشي استاذ نهار الاربعاء. الغنيه اللي غنيها لبنت اخته. هاي عطينا الغنيه. ساعة ساعة ان شاء الله كل شيء بالبركه وان شاء الله مبروك من زادكم وتتربى في عزكم. حتى هي زاد البارحه فرحت برشا زاد. هاي قديش عمرها؟ قديش عمرها؟ صغيره 5 شهور. اكيد كشاري ودي بنت صغيره. هاي ما شاء الله تتربى في عزكم. هكا 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 شامبيون. هكا شامبيون من نسيبك لوبيس. تفرجت في الماتش لا محاله تضحك. هاي كيفاش وكيفاش عطيت بنتك لوحدك لوبيس؟ ليه سي صبخت الجعالة الجعالة. يهدي ما تحكيش على الكلوب خد كم شحكي على الكلوب مش نقول لك رأي ستار فاميليا كل كلوبستية ويعني وبو معز يحب الكلوب أخوة يحبوا الكلوب. مش نقول لك ما اللي هو وحده فلت معناها. هو وحده وكان معز فلت معناها هرب. أنا أخوي لا والله يسمعني راهو هي الحكايه الكوليكا ما كانت هو كان ماشي للكلوب ما نكذبش عليك هزوا بوه للكلوب يا اخي ما تقبلش في الكلوب وهو صغير كي هز عاد يبكي قلت له برا هزوا للترج لعل هكا يا ربي سهل كي كان للترج ما نكذبش عليك ملي حط صيغته وليتي لين قاعد نطو. هاي بيت تبارك الله ما شاء الله. تعمل باش تقول حاجه ما الكلوب معناتها هذيك فريق خواتي و وما انت ابو وانت 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 شنو تحب العائله يحب الكلوب وانت انا والله شو كل كان نحن مع الريحين منا ومنا. كان يجيبوه نقول له راني نحب الكلوب كان يجيبوه نقول له نحب الترج من بعد بيني وبين بيني وبين روحي نقول ربي يوفقهم الزوج هكا ربي يوفقهم. نقول لك فاز انت باش تضحك ترى اي باش يربح ربي صحه لي. انا عندي خويا قبل الله يرحمه كان يحب الكلوب ياسر وين كانت تمشي للكلوب تمشي معاه للكلوب ولد اخو ولد خويا كيف كيف يحبوا الكلوب بالفيديا عليه واحد ما ينكرش لا اكيد زوج جمعيات كبار واكيد الافريقيه جمعيه كبيره ومازال مازال هاو مازال عندك كوب بعد هاو مازال باه تو كان تجي تو كان تكون الكلوب وليسبيرونس فينال معناها الكلوب ولاسيرونس هاي في الفينال في الفينال كوب يوجعني برشا. هي ما انا مش تفرح جمعيتك ولا مش تفرح المعز بتبيع الحب معز معناتها باش يربح اكيد هذاك. هاي به به ها معز قال لي استنى لا اخو فاز بابا تو دينير مو قد الحانوت نتاعو معناتها المزرعة. يا ربي لا مال عليك. السلام عليكم. السلام عليكم. تقول لي ذيك الديفونس تي باش تخسر ماشي توا. يا ربي لا مال عليك ما زلت اخويا مكحكح في ليسيات نتاع ربي فضلنا معناها انت خلصت مخلص خويا 40 ولا 50 مليون مقدين هذا يقول لي يرحم والديك تقول لي ذيك الديفونس تي باش تخسر ماشي توا. يا ربي لا مال عليك هذا تشجيع من يا مال الله من نوع به تفرجت فيه البارح خالدين ولا تفرجت؟ اي ليه تفرجت فيه الماتش الكل. لا تعيد انت مثبته
ايوا انا الحقيقه ما نكذبش عليك، انا الماتشات الكليكا اللي يلعبهم معز خاصه في التتويجات تركيا والكل قبل بنهارين ما نكذبش عليك، انا غير صورتني بنت بنتي مع تقعد بها في الدار، انا كنت ملي نقوم الصباح نخرج تونس كامله ندورها فينال الوداد فينال الوداد شامبيونز ليغ البوتيكات يعرفوني نهار اللي يبدا ثم ماتش بالقدا يقولوا لي شنو ام معز يخلي لك الكارت يخلي لك الكارت ولا كارت شنو؟ كارت فلوس ذاك كارت شنو؟ لا اسبيس لا يعطيني لا يعطيني فلوس ما تقدرش عليك، وانا كي نبدا نخرج مثلا في مكة ما نشري حتى سيارة، بس البوتيكات يعرفوني ولكن نقول لهم راني مش نشري راني ندور برك الماتش الوداد خد كم تحتاج نمشي حتى لباب السيخة راه بس الناس نبدا نخزر لهم ما كاين نبدا ندور 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 بعد نروح كيفاش ماتش في الشامبيونز ليغ 2011 زاد ماتش مهم برشا كونتر ماتش فينال وقت الكتاف تهبد البرا وانا البرا هنا في الياسمينات معناتها الياس هناك كنت درتها والكتاف تهبد ما نزلش عندي حاجه هكاك يعرفوني معناتها تو برشا معناتها هنا في الياسمينات كي نبدا ندور في العشيه كيف قبل الماتش ما نزلش نقعد ما نزلش نقعد. يا ربي فضلك وربي يطول في عمرك، انا حبيت نسالك على حاجه خاصه خالتينا، البريود اللي عامني والمعز عندها بريود خايبه شويه حسين، وتو كان يحكي بالكدا وقال لقيت برشا امي وامي كانت واقفه معايا، كان نحاولوا نحكيوا عليها شويه ولو نحن نحبوا نحكيوا على الباهي. نعم. نقول له ديما اصبر او الباهي القداس. ديما نقول له اصبر او هذايا حتى كي نقول له مازلت صغير واصبر ما تخليش معناتها الاحباط معناتها ياكلك تبدا نهار كامل وانت شبيه هكا وشبيه هكا لا اصبر نقول له اصبر اصبر مليح يا ساره نقول له اصبر توا كل شيء يتصلح راه وانت بيدك معناتها توا تخلي روحك معناتها تحضر القدام مازلت صغير مازلت عندك بطولات باش تجي مازلت عندك كؤوس باش تجي مازلت عندك باش الانسان راه ما يقفش عندها مثلا بيريود مثلا هكي صغيره يخلي فيها انسان نفسيا يبدا تعب هكايا فهمت؟ يا لالا ربي فضلك هو مش خليه شنو جاب الكادو ولا شنو فاهم كادو ولا شنو هي الحكايه تو بوها وقال عملنا المزرعه هاو قال 20% قال 20% من البري نحي منهم التي في ا والتاكس خويا يا ولدي اللي في منك مبروك شي يخرجك مسيله يدور لي لا مالك عليه يقول لك كثر خيرك يا وليدي يا ربي يزيدك في يا ربي تستر يا لا ربي يفضلهولك يا ربي يفضلهولك وان شاء الله ربي يخليهولك فضلك ومبروك للترجي يبارك فيك يحب الترجي الكل هاي هاي كلوب ستيت تبارك للترجي هاي كلوب ستيت تبارك للترجي مبروك للترجيين والترجيين والمعبيه اللي لعبها الكل 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 من الكبير حتى للصغير خالد زين انا تو باش نعمل فيها عليكم البطوله انا تو باش نعمل فيها راجل كبير قبل الكيس ان شاء الله هاي باهي هكا فولات الكبير كيس وبلي انا شامبيونز ليغ كل حتى ما يكرر كل تجارة بعض تو كل يجيب ان شاء الله انا باش نشوف باش نعمل فيها راجل كبير تو باش نشوف بك السؤال اللي يسالوه الناس كل هو وقتاش تفرح به يا هلا الله هي يا السلام عليكم هاي وي اخويا ربي معاك بكر بنوت انا اسمع فيها تبكي الكبيره ما هيش هرب هيك نتاع باش يفرح جيك جيك احنا قاعدين ساعين وان شاء الله اللي فيه رضا وخير ربي ساعين قاعده تواجدوا ساعين ساعين اسمعني فما طفله صغيره تبكي تبارك من المنديل مش فاكره ما تحرقنيش جاي الوقت هذاك جاي انت قاعده تفركس له معناها الخدمة مش احنا فركت لي فركت للروح وبعد يعيط لي ليل انا يا بنتي فما 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 اللي في القلب في القلب تعال نحكيو فيهم بعد انا مروح وعلى كلي هاي يا لالا ربي يفضلك ان شاء الله نفرحوا بيه ان شاء الله ربي تحكي بنت حليل وكا وتكون ان شاء الله فما موجوده موجوده ها وقالك موجود ها وقالك موجود ها وقالك موجود ان شاء الله اسمع هذول كيما جبت كيما جبت نمرك انت هذول نجيب لها نمره هي ولي اسم ولي لا ما مازال تعيش في لامبادوزا به ربي يفضلك ان شاء الله ربي يسهل في الخير ان شاء الله يعيشك يعيشك ربي يعيشك ربي يفضلك وان شاء الله ربي يطول في عمرك هاي السلام عليكم هاي به فما تليفون واحد خليناه يستنى الو الو البريميت جي يا وليد يزمك تشوف الرياكسيون بتاع معز كي يسمع صوتك انت تشوفها 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 مصوره هاي خويا هاي احكي انا تنقول لك هاي سي وليد دوك وليد العارم شنو نقدموا سي وليد شنو تحب نقدموا وليد صاحب اخوه ومن بعد يجي مسؤول باهي اوكي وليد مبروك البطوله ساعه ان شاء الله مبروك علينا يعيشك يا زلمه وسلم على معز شنو احوالكم
والله الحمد لله اخويا كي نشوفه فرحان اخويا نيفيا ماشي نيفيا هذه فلوس يا ودي هذه فلوس يا ودي خلوه مو مسبختين ندخل قبل الماتش نيفيا يقول هكا وتهنى على الماتش هذه فلوس يا ولدي بشويه هذه فلوس هم يسمعوا فينا يتعدوا من بعد الاداره هكا ونظموا امورهم هكا هكا احنا عملنا الفلوس باهي احنا وليد البارح شفناه في استاد بعد الماتش وليد مش واحد من الجمهور هو اللي لاهي بالجمهور ده شفناه البارح في الماتش شنو هي الفرحه هذيك وليد شنو حبيت تعمل اسكو خممت شويه ولا ديريكت هكاك نقصت حتى من الشميز دار لي مع الشميز البارح والله البارح الثلاث سنين قبل المباراه تخاطر عام كامل ما حبيناش نحكيو شفنا برشا ظلم شفنا كيف جمعيات اخرين نفعت بنقاط زي الشنقه في الموضوع هذا البارح فرح الحمد لله فرحنا لعبت الكل فرحة سبونتانية ما غير مش عندنا مش فعل معناتها هزينا البطولة ولا خط ربحنا النجم هذي الساحلي بالعكس مستنسين بالألقاب سنين بظهر النجم هذي الساحلي تحبط مثل هون فوت ولي اسبوار توجنا بالألقاب الكل ترجي تاريخي كبير وقلت الكلام وخافوا كان الخدمة ونقدموا قدام وليد معز قال هزيت ستة بطولات وانت انا مولود في لفايات انا هذا الكاب كنت ملي مولود انا في السنوين حتى موظف الجمعية تو انا كنت نسمع في الوالد ربي فضل هذا قال كيما كان صغير كان روح يبكي من البارك البيو مسحنا له دموع وموظف فرح زي ما انت مش نبكي معناتها نحبهم يا ودي شبيه مو بابا اقبل لك لوبيست يا بابا يهديك 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 يهدي ليه خليك نمشي لك لو بارك لك لو أكثر دولي أخوي شنعم ديجا هو بلاني ما عادش تسبيه في الدنيا كزيت الأقوى جمعية في فريقيا وجمعية كوازيت معها كاس فريقيا وفرح جماهيرنا ومعز خويا وصيد مع مرزال اللي نعملوا عليهم هو ولد جمعية وهو خوم الأخوات اللي عندنا وليد كنا نحكيه مع معز خاصة على الكونترا نتاعو قال أنا راه ما عنديش مستقبل معناتها راجي قال راه ما نجمش نحكي في حكاية كيف هذايا خاصة في جمعية فيها رئيس النادي هو حمدي المدف والله هذا مش موضوع باش نحكيو فيه معناتها في الميديا معز كيما قلت لك هو ودي ما حكيتش هو واش بدل الموضوع انت مش كنا تسال عليه الموضوع هذا الموضوع هذا زيد تسال عليه خاطر كان جاي لاعب يحب نحكي لها من معز مولود في البارك معناتها هو معز ولد النادي عمناه ولتمس شويه معز وليد وانت كنت حاضر اه مفهمش عاد متمثل في كي تبدا تلعب في جمعيه كبيره معناتها بتشيك بطريقه صعيبه معز فرح هذا القاب شو تبارك الله قديش عمره هز القاب الكل حتى هز القاب اكثر جمعيات معناتها بتعملش بيريود تتعدى كل عام وانت فرحان هذيك البيريود الصعيبه بتزيد تقويه وقت تشوفه تبارك الله عليه اثناء معز خمسه وخميس وان شاء الله يبقى عليه به اثيوبيا وليد نعرف اللي توا يظهر لي ساهرين على حكايه الفول سبيسيال كيفاش تكون وكل كان نحكيو اكثر تفاصيل على الرحله نتاع الترجي كيفاش تكون اثيوبيا والله قبل الماتش طوال لعبت الكل كنا على اعصاب وش نوريكم رئيس الجمعيه كيفاش يخمع على الملاعبيه كيما ولاد نبداو على اعصابنا مش خايفين من الطوال خايفين نحبوا نفرحوا الجماهير نتاعنا بعد التعب اللي تعبناه العام الكل ورئيس النادي يقول لي يا وليد لازمنا نشوفوا طيارة خاصة وقتينا بلايز بول ريكوجي كنا باش نمشيو على المصرية يقول لي لا طيارة خاصة لازمهم يمشيو مرتاحين ويروحوا مرتاحين باش يجيو يلعبوا دومي فينال كوب نتاعهم مرتاحين معناتها شو راجل يخمو كيفاش باش يضربوا البولة ويخمو كيفاش يمشيو راحة الملاعبية معناتها الراجل هذايا قد ما نشكروه شوية مش رامي ورود هذايا أنا عايش من أقرب العباد اللي عايشة معاه معناتها كل لعبنا في حقه ان شاء الله باش نشوف طياره خاصه من الاحد البارح فرحنا الشامبيونات صحيح اليوم معز باش يكمل بحذاك وباش يروح باش يبدا يركز على الماتش نتاعو نتاع اثيوبيا الالقاب المحليه مستانسين بهم كما قلنا لقب السنه كان حلو برشا وفرحنا به على خاطر كما قلت لك المشاكل والتصريحات اللي شفناهم والسياسيين اللي يحب يدخلوا في الكوره وهذا الكل ما حبيناش نحكيو فيه قعدنا ديما نغزو قدام خاطر كان باش نغزو بتوالي تقعد ديما الثاني معناتها تغزو القدام باش ديما تتوج تو نخموا على الماتش اثيوبيا اهم موعد عندنا هي شامبيونز ليج عندنا تبارك الله اكيب راكم تشوفوا العباد الكل اكيب تبارك الله عليها كان ثم نقاط باش تزيدوا قوي لافونتاج يعني اسمعني وليد نعم الجول ولا جوش ماذا بك متخمم في حد هذا واصل برضه
معناها ما تقويش لا جول لا رير جول. لا تبارك الله موزع نغول في الجول. دونك كيما قلت لكم تو نخموا على ماتش اليوبي نخموا على الشامبيونز ليغ زاد عندنا دومي فينال كوب هام عندنا كاس العربيه زاد نخموا عليهم. بالمرحله تو عطينا نكملوا مباراه اليوبي وبعد كاس الشيخ. وكلمة الختام نخلي لك معز والله يا خويا يرحم والديه. هو لما حالك ينوح اللي معاه فلوس نتعدل النيف نهز خويا يا ودي النيف سميتها خمسة مرات نسير طبعا نعطيكم حقها أو عنده يسرف يا وليه ده شنو نهز 20 كاردونة للعطار بمليون فيهم كل شيء كالجيل وكل شيء. انا ومعز اخويا وليد يا اخي موصيه انت ولا ما فهمتش الحكايه؟ لا والله كيما قال لك ياك تشوف المجموعه تاعنا معناتها عايشين عائله واحده مع بعضنا ما تسميش هذه لغه مسؤول ولغه رئيس ولغه محب كلنا يد واحده كلنا في مصلحه واحده كلنا اهم حاجه هي الامبيونس كي تبدا الامبيونس باهيه وربي يعطيك على قد قلبك. وليد سؤال قبل ما نختم معاك البارح ما خفت شويه وقت اللي دخلت الفيراج والعباد الناس اللي تضرب ناس تعارك ناس بسبت ناس بالعصي ناس بالحديد وكل باش نقول لك حاجه عيب كيفاش نخاف والفيراج هذاك انا متربي فيه من اول دخلت لعملهم في الفيراج تاع رجلي انا في وسط انا في العناق في الجمهور ومساع الفلامات وود الفيراج معناتها تشوف القشره بيضه تغلط اما الحقيقه راني خارج من الفيراج دونك دخل عائلتي هذيك خلني نقول لك دونك سي بون هاك ختمت معناها القشره البيضه تغلط دونك هاك باهي مشكور وليد العارم مرة أخرى مبروك وألف ألف مبروك للترجي التونسي بهذا التتويج وهذا اللقب وحظ أوفر بالنسبة للترجي خاصة في بقية المسابقات وبقية المشوار. معز كيف نقول لك ما جاتش بريود خفت شوية من الشامبيونات سنة خفت نجم تهرب شامبيونات؟ لا لا شامبيونات نجم تقول تحسها عندك إكيب نتاع بتعتيتك من أول عام تحس عندك إكيب بتعتيتك سيرتو لي بريباراسيون الاولى اللي عملناها. يمكن اللي حاب يقولوا هيثم بوتيتخ الشامبيونات السنه خرجت شويه من الكره فما حاجات ريناهم يمكن مش قاعدين ياثروا في المجموعه في الترجي ولكن شفنا الشامبيونات نتاعنا تخرج ساعات على الكره على المستطيل على التيران وتولي فيها حاجات اخرين ما كانتش تخوف وقتها. لا لا مادام عندك ثقه في رواحكم كلمه يقولها سي فوزي حاجه برك نخاف منها قلنا سي فوزي نخاف منكم انتم ما نخاف من حتى واحد لا اربيتر لا جمهور كي تبداو انتم في نهاركم عيني مغمضة باش نربح ماتش واحد كان انتوما ما كومش نهاكم نولي نخاف خاطر عنا لي كاليتي الكل عنا الجوارات الاكسبيرونس اللازمة باش تعطي مقابلة معناتها رونتمون باهي كيف كيف صحيح صغار في العمر اما كورة وين الناس معناتها في مخاخة كبار برشا تشوف ديسيبلين ديسيبلين سيرتو ديسيبلين تكتيك تشوف غايلين وكولي وفرجاني على الاقل لا على الاقل كل واحد يعمل 10 كيلومتر في الماتش على الاقل اقل واحد هذا غايلين البارح عامل 9.7 نحكي لك هذا يمكن فما ماتش شويه غايلين ساعات غايلين معايا في لونتر كله بعدني خويا يطلع كي يتزلب موجود كيفاش يفك الكوره ما فهمتش كيفاش اما بالحق معناتها ريحه الشامبيونات شاميناها من اول من البريباراسيون الاولى كيفاش العباد كل موتيفي كيفاش الناس كل ماشيين في ثنيه واحده كل مرحله ومرحلتها الشامبيونات هذه كان باش نفوزوا بها رانا نحضروا بها للشامبيونز ليغ الشامبيونز ليغ ماهيش شامبيونات الشامبيونز ليغ نوع اخر والشامبيونات نوع اخر في الشامبيونات نجم تخسر تلقى روحك نجم تصلح الشامبيونز ليغ راك شفت الماتش الاخر اول فوت عملنا قبلنا هدف هذيك هي قوه الشامبيونز ليغ حاس ما تفرجت انا في المقابلات الكل بقدرة ربي اذا نبداو في نهارنا بقدرة ربي باش نوصلوا بعيد في الشامبيونز ليغ ان شاء الله ان شاء الله. به نرجو نحكي شويه على دوبيت سيزون خاصه اللي بدات مع عمار السويح واللي هو بيتو زاد اكيد عنده الاشتراك تشكر برشا البارح عمار اكيد تشكر الناس كل ما نسيتوش البارح عمار صحيح هاو لا بروف ديجا معز بدا قال لك معناتها سي عمار وكل معز في البريود الاولى خاصه نتاع الانتدابات بالنسبه للترجي وقت اللي سورتو الاسامي الكبيره اللي جات للترجي وبرشا اسوام وبرشا فلوس جات للترجي برشا قالوا تو الفيستير باش تدخل بعضها في الترجي برشا قالوا باش يفسد الجو في وسط الترجي ديال التونسي لانه كيما صار في بعض الجمعيات الاخرى معناها شنو صار في الترجي كي تبدا عندك اداره مسؤولين محيطين ياثروا الجوارات كل واحد شنو كاتب له في الدنيا كل واحد شنو كونتراتوه كل واحد شنو مسطر له هو يرحم والدي سي عمار الحكايه هذه
سي عمار سوايع الحكاية هذه حتى في الريونيورا والولاد كل واحد راهو كذاك جاي من برا مسكين يخمم هذاك يلعب وياخو أقل يرد يقول له اخدم راك تو تاخو مثلا نقول له 500 بعد ثلاثة شهور تاخو مليون كل مرة تزيد كل واحد شنو كتب له اعمل اسم وكل شيء معناتها كيف واحد من الكورة أنا بديت نكون 150,000 ناخذ زيد شامبيونز ليك ب 700 تو قداش؟ انا تو قداش؟ ضحك مش لازم نحكيه ميسيرش من ضحك فهمتني؟ زيد شامبيونز ليك ناخذ 700,000 اما السونساسيون اللي هزيدها كي هزيد شامبيونز ليك اما شامبيونز ليك 700 ولا مليون بعد 700 عاد بعد مليون و200 بعد شامبيونز ليك بعد 3 مليون وتو بعد 6 مليون باهي ايزي نزيدوا ولا ايزي؟ ها؟ نزيدوا بعد 12 نزيدوا ولا ايزي؟ بعد 18 هذا يمكن جوارات في تونس ما يحبوش يفهموه هذا يمكن الجوارات في تونس برشا ما يحبوش يفهموه خاطر الكونتراتو ايفولو تنجم تخدم انت خدمه بها ويقدم كونتراتو من بعد وفما الوقت اللي باش تاخوه باش تقدم برشا يتحرقوا بلغه الكره جوست على مشاكل نتاع نتاع لا لا حاجه باهيه تو مثلا كل واحد بالنسبه نحكي انا على الكام نتاعي مثلا قبل انا صغير ناخذ فيه انا قلت لك 150 و500 و700 مثلا نقولوا عامي انا ما حالا ما تحكيش ناخذ قول عامي ب 20 مليون ناخذ في العام ناخذ 90 مليون اكسي حمدي مره 20 مره 15 مره 20 مره 15 تلقى روحك بلا تلقى ديجا فهمني علاش قلت لك ما عندك الترجي حاجه اخرى ليه ما تنقمش كوتي فلوس تصدقني انا ساعات العباد نحكي لهم اصحابي نقول لهم انا نخدموا عباره في معمل ديسبلين في دقيقه روتار عامل لنا خويا البصمه بونتي خويا دقيقه روتار نحي لك من السالير ماكش بروتيج نحي من السالير ما دام نخلص فيك راك انت توا تخدم لازمك خويا مستقيم ما تحكيش معاه لانديبات في الترجي لانديبات خويا ما دام خويا هو الحقيقه يا ربي انا ملي بديت نكور تو هذا يتغشش علينا سي حمدي مسكين تغشش وهبل علينا لوديس يصبونا شعري ديما يقول لك مش نصب من بعد نقول لا كل واحد عنده عيلته وابوه وامه وكذا. باهي هاو معنا كما قلت لكم قبيله شكون اسطوره كره القدم خاصه في الترجي هذه سي طارق سي والمعز ديريكت طلع سي طارق غياب سي طارق اهلا وسهلا مرحبا. اهلا بك اهلا بك مرحبا بك. سي طارق ساعه مبروك البطوله ساعه. الله يبارك فيك مبروك العائله الترجيه. اي باهي. الترجي يستحق البطوله بصراحه. باهي بحذنا معز بن شريفيه ساعه هو بيدو ديجا هو معناتها كلام كبير برشا كان يحكي فيه معز على سي طارق ذياب هو معاك معز هاو سي طارق. مع السلامه سي طارق. معز هذا حبيبي هذا شكرا بارك الله فيك ويعطيك الصحه وقائد مثالي. نعيش. نقولوا قائد مثالي مبروك عليكم وان شاء الله الشامبيونز ليغ ان شاء الله عندكم فريق كبير وبدات الفريق يتحسن ويتطور واعتقد قدمنا مباراه البارح كانت مباراة كبيرة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي وجماهير الترجي الرياضي التونسي واستحقوا البطولة عن جد. عايش عايش كلام كل المكشخين قلت كلمة انت شو فينا نزون احنا تزون انتم الناس الكل مش نفهم. بالفعل احنا معاكم احنا نعرف نعرف من مقالي بالعكس احنا معاكم ودينا معاكم والجماهير معاكم صحيح عندكم ضغط كبير نعرف الترجي نعرف قيمة الترجي وضغط كبير على اللاعبين لكن انا اقول اليوم وصلتوا الى مستوى كبير اليوم ان شاء الله البطوله هذه تزيد وتحسن الفريق وتعطيكم فيها اقوى تشامبيونز ليج لان بالنسبه لنا احنا تشامبيونز ليج السنه هذه هامه جدا وعندهم امكانيات يفوزوا بها ان شاء الله. صحيح تو 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 الكبار دائما عملوا الكبار مازال صغير راهو سي طارق ها مازال صغير في العمر راهو يا سي طارق لا صغير هو ما عنده مده يلعب ما شاء الله عنده مده يلعب احنا نعتبروه من الكبار الكبار مش بالسن يعني عندهم خبره قاعدين عندهم خبره. سادس بطوله بالنسبه لمعز سي طارق حكيت تو على تشامبيونز ليج وكما قلت هذول البطوله هذيا دافع باش يكون كبير برشا للتشامبيونز ليج قلت الترجي عنده فريق ممتاز لكن هل الترجي قادر الان ونعرفه جيدا شيم الفرق الكبيره تصلح وقت وقت الفرحه تحسن وقت اللي هي ممتازه وهي منتصره هل الترجي بالمجموعه الحاليه قادر كونه يخوض معناتها غمار رابطه الابطال في الوقت الراهن معناها؟ والله شو انا توا الاسبوع الفارط تقريبا شفنا الفرق الكل اللي تشارك في الشامبيونز ليج. انا نقول عندنا امكانيات كبيره باش معناتها الفريق نتاعنا عندنا امكانيه باش يلعب الادوار الاولى لانه يعني اولا المارج دو بروجيسيون مازال عندنا لاعبين مازالوا يتحسنوا يتطوروا وانا نقول الفريق توا بدا تقريبا بالتشكيله المثاليه واضحه بالنسبه للمدرب. واليوم لاعبين في الترجي من كثير من افضل لاعبين موجودين في تونس. ان شاء الله يزيد انا نقول يحسن مستوى البنك.
اللاعبين على البنك يزيد يعطيهم اكثر الفرص باش تولي مجموعه فيها 17 18 لاعب مستوى متقارب جدا. وهذا يعني جد يعني حاشتنا اللاعبين المتواجدين على البنك لما يشاركوا يقدموا مستوى افضل. ولهذا اليوم التشكيله واضحه، لاعبين تقريبا نقول مدات الخبره كسبوا خبره وهذا قدرنا عندهم امكانيه باش يلعبوا الادوار الاولى. يعني شاهدنا الفريق الكل ماهوش من احسن مش احسن من الترجي. دونك هل تعتبروا كانوا الترجي في حاجه لبعض الانتدابات في المراكز، ولا فقط التركيبه الموجوده معناتها كافيه باش تمر بالترجي لبر الامام في رابطه الابطال؟ طبيعي يغزل ديما الفريق في حاجه الى تطوير وتحسين، مش ضد دائما انتدابات لازمه لكن انتدابات مدروسه. اليوم مدافع ايسر شكون عنده؟ عندنا الشمال يقدم في المستوى جيد ولاعب عنده امكانيات كبيره لكن نخمم في المستقبل. الشمال ممكن هذا يقدر يصاب، ممكن ياخذ ورقه حمراء، ممكن لازم لاعب اخر في محور الدفاع زاد في حاجه ماسه، مش في لاعب اخر ممكن. ولهذا اعتقد ان انا ديما مش ضد الانتدابات تكون مدروسه، مش نلعب أربعة خمسة ونحطها مع البنك ولا أنا أنتي دبي تكون مدروسة في مراكز اللي في حاجة لها الترجي. أنا أعتقد أن المجموعة مميزة، المجموعة طيبة. نقول توا اليوم لازم نلتفت أكثر إلى الدكة بنك الاحتياط ويزيد يعطي فرصة أكثر للاعبين المتواجدين على دكة الاحتياط. به شكرا لك سي طارق معز، عندك مساج كلمة لسي طارق نعرفه مباشرة من الدوحة. والله هو ديجا مثال معناتها للملاعب الكبير كيف كيف معناتها حتى كي الناس ما هو حال كل شيء تحس معناتها تعلم برشا حاجات سورتو كيف قلت له توا المقابلات هذوما معناتها هذوما اللي نحضروا بهم الشامبيونز ليغ وتوا باش تولي الخدمه خاطر توا نيفو شامبيونان مش كي نيفو الشامبيونز ليغ. ديجا شفت الشامبيونز ليغ الغلطه الصغيره تكلف لك بونتو مازلنا ما عملنا حتى شيء. صحيح تفرجنا في الكيبات الكل حتى انا تفرجت فيهم وطمعت قلت معناتها اسهل من قبل هذه، اما سورتو يعني تبدل برشا حاجات سورتو كي نبداو نحن كونسونتري ومحضرين مقابلتنا كما يلزم سورتو ما تغرناش راهو شامبيونار. شو نقول لك معناتها شامبيونار صحيح هزيناه، مي هاني قلت لك نيفو شامبيونز ليغ مش كيما 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 الشامبيونار تاعنا. ان شاء الله بقدرة ربي نكونوا في المستوى اللي معاملين علينا فيه وان شاء الله نوركم ان شاء الله. ان شاء الله هذا وعد معند معز بن شريفية. سي طارق مشكور على تلبيه الدعوه، عايشك برشا سي طارق ربي يفضلك. مباشره من الدوحه كان معنا اسطوره كره القدم في الترجي التونسي السيد طارق ذياب. نمشيو للاخبار ثم نرجع. مازلنا مواصلين حتى للاربعه نتاع العشيه. نرحبوا مره اخرى معز بن شريفية اللي موجود بحضنا لهنا بطل تونس الموسم 2016-2017 الترجي الرياضي التونسي ورمز البطوله اللي موجود لهنا بحضنا. شكرا لكم البرا موجود لهنا بحضنا في الراديو. شكرا لكم الناس الكل تعديتوا بحضنا وتحبوا تفرحوا مع الترجي الرياضي التونسي قاعدين تعملوا في التصاور. ما عادش فما برشا وقت اذا كان فما بيت قراب لهنا ومازالوا ما عملوش تصويره. مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بك معز مره اخرى. حكينا في المهم الكل، حكينا في الاجواء، حكينا في السيزون كيفاش مشات الكل. مازلنا باش نحكيوا على تشامبيونز ليغ بما انه نحسوا جوارات الكل نتاع الترجي وستاف الكل نتاع الترجي كي يحكي على تشامبيونز ليغ. نحكيوا اليوم على اهداف كي تتحط في الاكيب، ظاهرين الاهداف حتى من كلامكم انتم شنو الهدف. قلنا لي سيزون هذايا مع المجموعه اللي فما توا مع الخدمه اللي تخدمت الكل باش نجموا نمشيو بعيد في الشامبيونز ليغ، نجموا نعاودوا نفرحوا الفرحه نتاع 2011 سنه ولا. بس من باريس يقول لك معز مبروك البطوله سي. بارك فيك وتحيه لتونس كل المقيمين في باريس. بس بن عطيه يسمع فينا تو قاعد يفرش فينا في الباج فيسبوك ديريكت يقول لك مبروك مره اخرى. بارك فيك سي بسام وان شاء الله جاي خير ان شاء الله. ان شاء الله. باهي تشامبيونز ليغ. والله تشامبيونز ليغ تفرجت الفيديو ما خاطر ذاقها الكونفيرسمون القربي الفول يكسر ويحطها باليسار تو لحم الفول هذاك الدنيا تخرب. كلمك افول البارحه افول حتى الانجلي ما نحكيش باش نحكي. لا ما عطيتكش ميساج خاطر البارح كان معايا ياسين الخنيسي مثلا بعث له ميساج. اي هذاك من فازيت سناب وكان فازيت. انت ما عندك جمله؟ انا عندي صاحب الشيخ شيخ رجع يقول لي السلام عليكم وقول لي ربي معاكم يا اخي واتقي لي. مايكل كان موجود مايكل كان موجود. لا انا قلت لك معناتها بالحق لونسيان جوار كل معناتها كي نقابلوهم ولا حاجه يعطونا كان نصائح الباهية باش نزيدو نخدمو ونتحسنو قدام. بالنسبة للترجي تعيش كامل الشامبيونز ليغ معناتها صحيح البطولة عندها طعم خاص وعندها تعب نتاعها وكل شيء، مي جمعية كيما الترجي تعيش كامل الشامبيونز ليغ. أول كلمة نتفكرها سنة رينيو هي الشامبيونز ليغ، راني أنا قاعد باش نصرف على الشامبيونز ليغ، حاجتي بالشامبيونز ليغ، تعاود لنا برشا مرات، لين حتى في مخك تقعد لك هي الشامبيونز ليغ.
بالنسبه لي انا اكثر حاجه فرحان لها اللي البطوله هذه حضرنا بها باش ندخل بها تبني. بدينا عاملين مع سي عمار وصلنا ثانيين هزينا كاس تونس كوننا مجموعه جيت مع سي فوزي لقى المجموعه موجوده هي بيتا نبدل لهم التخمام كيف نقولوا بلغه الكره لازمك تكون حربي في الكره فما شكون واقف الناس كل تفك الناس كل تمارك وهذا اللي شفناه خاصه في الترجي بعوده فوزي لبنزرتي البريود الاخر صحيح يعني قلت لك ليكيب باش تنجح لازمها كو سوا في البلان البلان اوفنسيف ولا ديفنسيف لازمها قويه الحمد لله ربي هذا كل جسمناه باحسن خط هجوم وقت خط دفاع عملنا 16 مقابله ما قبلناش فيها هدف مسجلين ما نفك يقول لي خليني سيباك ماك 14 به برشا ميساجات يجيوك وسيم بوغر يقول لك مبروك ابو العز والجمعيتي فراس نوال يقول لك مبروك معز بطوله فما سؤال الرباعي تقول لك مبروك لا اما فما ميساج واحد اخر بغداد بونجاح سؤال من كلوبيست نعطيو سؤال لو كان يجيك عرض كبير من الناحيه الماديه من النادي الافريقي تقبله الا لا هذا السؤال من عند بريتوس بريتوس صديقنا يسمعنا ديما هو محب للنادي الافريقي ولكن هذا السؤال قال بعيد على انتمائه هو اذا كان يجيك عرض ماديا كبير من النادي الافريقي تخمم فيه ولا لا هذا حب يقول معك تقبلوا الا لا جوجي باش ناخذ من الاسبيرونس يجوني يقولوا لي معزره وما عادش حاشتنا بيك نجم تشوف جمعيه وقتها نجم نشوف جمعيه اما مادامني في الاسبيرونس وكيف نقولوا معناتها واحد لاباس عليه وكل شيء هذا ما يمنعش للكلوب جمعيه كبيره تحب ولا تكاش الكلوب جمعيه كبيره ومن احسن المقابلات بالنسبه لي انا نلعب في السيزون ضد نادي الفريق خاطر عنده شرم خاص اولاد حومتك اصحابك هذاك بالرسمي شرم الكره فهمتني وان شاء الله الكلوب معناتها في القريب العاجل ترجع للثنيه صحيحه وان شاء الله ربي معاهم في الكاف وفي الكوب نجم تقابلكم في الكوب راه ايش قلت لك انا قلت لك ربي معاهم في الكاف وفي الكوب هاي ان شاء الله نعاودوا فينال فما واحده فما طفله مرتضى جيبسي تقول لك بغداد بونجاح البارح قال تفرجت في الماتش مرتضى عدد مسكين مرتضى مرتضى سمحنا مرتضى لا خاطر فما تصوير طفله في الواحد هذاك علاش ما عرفش تفرجت في ماتش قال لك بغداد بونجاح البارح قال تفرجت في ماتش البارح حسيت روحي كنت نجم نكون موجود عادي النجم في ثلاث سنوات ربح خمسه القاب وترجي يتفرج فرحه الترجي ذكرتني بفرحه ليستر بعد الربع بعد الربح نتاع البريمير ليج ليه العبد لله الفقير وهي ستة بطولات العبد الفقير ستة بطولات قال لك بروتوس انا من عشاقك الترجيست الثاني بعد طارق بروتوس اللي حب الكلوب قال لك انا من عشاقه معنا من عشاقك انت معز سلم عليك برشا تحيه كبيره لبروتوس والاجابه نتاعك رضاته خذا الاجابه نتاعه يسلم عليك قال لك انا من عشاقه وبالمناسبه هذه نقول له 70% اصحابي كلوب خالد الشريف قال لك البارح ربحت تروح رمي ولا خسرت؟ البارح ربحت خويا وخرجت عن جداره واللي من بعدي مزلعني حتى زلعه واللي قبلي شديتها ريت بعيش ياك البطوله والبطوله في الرمي زاد باه واحد قال لك توفيق بن عمر قال لك بربي معز باش نزلك البارح بعد تروح دوشت ولا لا نتصور ما عرقتش برشا ترافيك اكاهو على خاطر تروح كامل مرتاح ما عرفتش هذا ستاتيو على الفيسبوك يدور حبيت نزلك مش دوشت غادي من دوشت خاطر بالحق في لو بلون مونتال يتعب برشا الماتش اكثر من اللي فيزيكمون كل شيء خاطر لازمك حاضر صحيح ما جاوش برشا كوره اما لازمك حاضر باش يرجعوا لك صحاب الكوره الكوره ورا الديفونس مي هي دعابه خفيفه اما بالحق معناتها مقابله البارح كانت سهله شوي بالنسبه لي انا مش اللي نحكي لك سور تيران معناتها خاطر ضد تحذر في مقابله تحذر في سيناريو وتلقى سيناريو اخر فهمتني ان شاء الله الماتش هذا كل ما يجوني حتى كوره بنقز زوج ما نقول زميلنا صدام بن عزيز البارح اللي كان حاضر في الروبورتاجات الكل وفي الصور واكيد الفيديوهات اللي كنتوا شاهدتوها في صفحه الفيسبوك ها قعد لنا الروبورتاج هذا نمشي صدام بالحاج حسين صدام بالحاج حسين اي صدام بالحاج حسين صح اخويا صدام ما تخشش علينا وربي يفضلك اخويا صدام تحيه للميدا الكل صدام تحيه للميدا الكل وشكون على فكره ينتمي دونك الروبورتاج اللي عمله بالانتماء نتاعو وتحيه للي يحبوا صدام الكل واللي يعرفوا صدام مدام جوده والميدا صدام والخو صدام سافاسي صدام هات نسمعوا الريبورتاج تاع صدام البارح بطوله من ضمن 27 درجه رياضي تونسي ماهيش معناها فيناليتي في حد ذاتها ماهيش معناها الهدف في حد ذاته ولكن لاثبات الذات
وباش جماهيرنا اللي وقفونا السنة الجمعة هذه ميساجات اللي لقيناهم في الشارع مع جماهيرنا ميساجات واضحة راو سيناريوات نتاع مليون ما تعاودش احنا طمناهم قلنا لهم راو السنة فما كان سيناريو واحد حضروا المراوي رانا باش نحتفل حضروا المراوي رانا باش نحتفلوا قالها رياض هذايا رياض رياض قبل الماتش الساعة اسمع قلنا له بقي حشنا بتساكر مش نصبي انا لما حالة قلت له برجو ليه حاشي بتساكر انا وخليل وسعد وغيلين ونخنيس شاء الله متغشوش لوليد يا ودي قال لي تساكر مش تساكر قال لي لا اش تعمل بيهم قلت له غني برجو ليه ولاد الحومة موجود يقال لي تعبوا فقر يا همغاي شوبينا جي جي ما تجيو الاستاد زيت والله قال لي هكا قلت له يا رياض اعطيني تساكر اخوي يرحم ودي انا شوف يا ودي قال لي يعني قلت لك عاد غدوه الشامبيون بيبي سويقه ما تكسرش راسك وقال لي شفت غدوه نحبك سيت مشيت انا روحي للبيت خويا جاب لي جابونا تساكر اخوي يرحم ودي وكا بغي وروحت المنشيخ رياض بوكس ولا بكال علي البارح قبل الماتش صارت ترفقه اي مو نعبتوني الازرق نتاعي جابوا لي ياك الكل قالت ما نجموش نبدل وجيت لرياض برجولية قلت نحب نلعب باللزق يادي دخلت شوف مو وجيت نقتيني اللزق قال لي خويا كاور بيه ايه معلم رياض في الامور هذه معلم يا ودي غادي من المعلم وعلاش ما حبوش الاخوان يعني يبدلوا توني هكا ولا بيت نفس اللون نحن وياه اي فهمتني اما ليه خاطر مثلا الكولوك تشوفوا مع بعضهم مش كيف كيف انا مش كيف كيف هما فاتح ما نورمال عادي فهمتني وكان انا باش نلبس اكحل بلبولي لابس اكحل هو ما نجموش وتوني كيما هذاك قلت لك شويه البخوخ وشويه هذه بدلك عليه هذاك الازرق سامي بيه كي يكون عندك مسؤول كيف هكايا قوي معناها في الحكايات هذيا معناتها وخليك مرتاح ديجا في فازة كيما هكا كانت ليش تقلق مثلا قبل الماتش كان في الفلوس مش قوي يا خويا تكلم وتقول له خويا اما خويا امور مشاكل امور نتاع كل شيء نتاع كلام باهي تستحق حاجه قاضيه كل شيء رياض موجود شنو رياض بيت تعرف تقش يقرب السؤالات فما وسيم بوغيرا قال لك يا ابو العز علاش في الدوزيام بوت دورت يدك كيفاش ما فهمتوش شنو يقصد ليه عملت هكا عملت هكا ما عجبك الثاني لا عجبني ما انت ما عجبنيش البونت صحيح علي ماشيني عمل معناتها البونت وبالكدا معناتها اما السونتراج فوالا فوالا اي خاطر خليل شاف خاطر خليل فوالا اي شويه تطلع في الكونتراج لا وهي بالحق وهي بالحق كانت ايدي فراب انا بجنبي وسام العابدي وقتها في الكابين يطلع يمس من الفراب قال لي وقت لي وشات قال لي بونت افكتيفمون معناها هذاك كاو اما ليها فرحه تعبير ما عملتش معناتها قله احترام للفريق المنافس لا بالفرحه معناتها مشيت للجمهور ديجا كيما كان هدف مشيت للجمهور نتاعي انا معناتها فرحان معاهم به حكايه ما حكيناش فيها باللي هي الروبورتاج في الجزيره ولا في البين سبور نورمالمون الروبورتاج على العصفور الصغير الروبورتاج بالحق هذاك سفير النوايا الحسنه سفير النوايا الحسنه معز ومعز انت وقتها كي عملت شنو خممت هذا سؤال خاطر ما حكيتش فيه الموضوع كي عملت شنو خممت جوست تاكل عصير سخفك هزيت بعده ما كانش في مخك حتى شيء انا من قبل ما يضربوا باش نمشي نهزه اما الكره ما حبش اللعبه ولات تلعب وما حب انا نجيب باش نمشي نخرجه والكرة ما تخرجش يقول لك حتى فانا من الكرة باش تخرج سيء خذ سيء تلقاش كون من جوريتنا تاكلينا والله تاكلي اللحظة هذيك والله تاكلي ويخرج فيها الوقت اللي جيت انا باش نمشي فيه ديجا هو ضربه ديجا نغزر له انا وقت نحط الكرة كي باش نلعب ولا بيت جوي جو انا خايف عندي كرتون كان ناخذ كرتون ما نلعبش ماتش جاي لعب ديريكت كيف فين ميتون ما انت سبونت لا في بالي لا باش تتصور خويا باش نبدا تفرجت في الريبورتاج لا باش تتصور لكن انا نعرف شكون اللي صورها حتى انا نعرف ويخدم في الامن يخدم في الامن لا هو قال لي راني مركز باللحظه هذيك وجات بتبيعتها انا خويا كيما هي عابد نسوي في بلاصتي يعملها يمكن فما برشا عادات تعمل في اللي جاست هذوما وخير من هذوما اما ما تسويش انا سبونتاني مشيت خويا هزيت العصفور ما ديتو حتى نتاع الحمايه يرحم والديه ديجا قابلته نتاع الحمايه البارح واضح اما مالوغوزمون العصفور مات العصفور الغالب الغالب حاول احمد بن طارق يقول لك يا معز ربي يبقى عليك الستر واصل الخدمه وحافظ على المستوى نتاعك به دونك ربي سهل فما حاجه زعما حكيناش فيها ايوا المنتخب الله الله صحيح صحيح عوده النبي المعلول للمنتخب الوطني التونسي شفنا البارح حارس المرمى ايمن البلبولي خرج شد ساقه
شو غيتم انه تنوميس يا جماعه والله دي نخدموا على روايه احنا قبل كل شيء نبيع كل سينابيل معناتها بال بعوته للمنتخب بالنسبه لي انا هاو نعطي انا سكوب زاد سينابيل معلول ان شاء الله الاسبوع القادم باش يكون هو في نفس البلاصه هذيا في نفس التوقيت هذيا بحدنا لهنا يطلع خدم لي خدمه ولا يهمك تخرج الازرق تلقى روحك بحول ليه في القردة لا لا كتبعني عنده طموحات معز في المنتخب التونسي ماشي واحد ما عندوش طموح اما راني انا كي حتى ما انت كي عندي طموح بوزيتيف شفت ما نلعبش ولكن انت عندك ديجا راهو موجود والاسم الثاني ديجا اللي موجود في المنتخب معناها تحب توا على بلاصتك تحب على الفرصه نتاعك بيان سور فماش واحد ما يحبش يلعب في ليكيب ناسيونال مي في الوقت هذايا كوب دو موند انا بلاصه وهنا تيتيلير ولا عطينا جوست عطينا نترشح كوب دو موند خاطر الكل باش تستنفع كو سوا بلاد جوارات مسؤولين جامعه كل شيء كل شيء باش وقيت احنا عندنا مديد وقيت 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 جا سينابيل توا قلت لك بالمناسبه هذه نحييه ونتمنى له معناتها خدمه كبيره في المنتخب بالنسبه لنا هو يعرف وانا نعرف بيناتنا شنو عباره ولده ديجا هو مترشح عليه شوي على السيزون تاع عمني والمي حمد لله معناتها السنه فرحان بكونت مون تاعي وان شاء الله قدرت ربي نكون في المستوى اللي هو يطمح له معايا ان شاء الله به وليد الورغي محمد يقول كمعز يا معلم ترجي دولة فما نبيل يقول لك بربي شوية فما اللي يسأل فما بسام بن عطية يقول لك معز تشوف يلزمنا دي ريكروتمون او با سي وي دون كال بوست وين تشوف الترجي معناها يستحق انتدابات ولا لا بيان سور لازمنا انتدابات معينه هذه نجم يحكم فيهم كان الاطار الفني خاطر هو يعرف شنو اللي ناقص ومش ناقص خاطر باش نقول لك الشهر اللي باش يجينا تو الخنيسي مسكين وحايد وفي الاتاك خويا كل ماتش بالنسبه لي انا تبكل عليه ربي بقى عليه ستة خويا حتى ساعات نقول له تعرفش قلت له قبل ماتش الاطوال قلت له ماكيلي بوت وخرج يا ودي ما حاجتي بيك يزي يا كاو تاع خط خاطر مسكين راهو شبيك راهو الجهد معناتها وحده بريسي وفك ودرا شنو حتى في لونترومون كيك هكا الهنيسي في لونترومون نفسه في الماتش صحيح فما خويا دي بوست معينين نجموا اللي دار يحكموا فيهم خاطر جايه تو قلت لك الشهر اللي باش يجي تو ومن بعد جايه كوبا جايه خويا الدهر الكل ولازمك عندك خويا كيف قال سي تاريخ بنك ديكيب ما عندهاش بنك ما عندها وين توصل باهي احمد بن طارق يقول لك يا اخي بالرسمي الوالد كلوبيس ما خونا ابوه يحب الكلوب محمد مسعود يقول لك ايش قالك في الدخله البارح ايش قالك في جمهور ترجي الدخله تي انا الماتش كامل انا عايد مشجع تقول لي الدخله تي انا داخل نغزر لهم باهي اقوى فازه ابو جوليا كنت تدخل من الاول وحدك يا خويا يا محلاه تشيخ تشيخ وحدك كي الجمهور يصفق وكل شيء حتى انا ستريس ما فماش ستريس ما عادش نشوف ستريس وقت باهي حكينا براتيكمون في كل شيء نسمعوا شويه ميكس جمهور ترجي ثم بعد نرجعوا نحكيوا على الجمهور باهي معز ما خيرش من حاجه كما كانوا فيها بها بيان سور ما خيرش من هكا سورتو الببليك نتاعنا انا فرحان برشا مره اخرى باكولو باكو كل مكشخ صغير كبير خاطر الناس كل ضحات الناس كل تعبت على التيتر هذايا كوسوسوا ملاعبية سورتو بالله بربي ما نحبش ننسى هذايا لي بلوز امبورتون لي تار الطبي لي تار الجري التونسي شو لي تار الطبي لي تار الفني لي تار الاداري لازمني نسميهم يا ودي لازمني نسميهم خويا ترش علي واحد خويا نبداو خويا بالكارد ماتريال ساعة فخي ومراد نبداو باللي بريباراتور فيزيك ايمن وصبري بيان سور مجدي تراوري بالنسبه لي انا من احسن العباد معناتها اللي كورت معاهم وتو تبكل لما انت يخدم معنا في ستاف كيف معين شعباني بالحق جوار معين مش انترونور بيان سور سي فوزي مدرب الحراس جون جاك تيزي كيف الاطار الطبي دكتور ياسين بن احمد كيف الكيني الاسعد الحاج خميس ومحمد وبيان سور عشيري وصاحبي وخويا سيف الدزير كملتهم الكل تو باش نتعدى للجماعه التيران بار صار خليها يبالك عليك انت هاو جانا واحد حاسيلو يحب يتبع ويحب يقول زعما بهالمجموعه قال عندي سؤال هيا مرحبا اي مرحبا معز شامبيونام مالك لوني مرحبا طلعتوا انتوما مرحبا بك سلوني بون انا ما حبينا ندير فريقي على الامانه معناها باش نكونوا واضحين خيين الناس كلها لا خيين مبروك عليكم الشامبيونا وما قصرتوش البارح معناها الحق تريح اما سؤالي ليك برشا ناس تكلمت على ايمن بلبولي في تقريبا ثلاثة جولات الاخرانيه انه مردود نتاعو معناها نجم نقولوا جمهور نجم غش شوي على البلبولي مع البارح مع الضربه ومع البارح زاد المردود زاد معناها ثم قبلين بونتويت اللي ثم شكون يقول لك ما كانوش يتقبلوا البونتويت بالطريقه هذيك هل انه الشيء هذا
الكل والكلام الكل يساعدك انه تنجم تكون انت في المركز الاول في حراسه المرمى المنتخب؟ لا لا مش كيستيون ساعدني ولا حاجه. لو شو اعطيني حظوظك انت في المنتخب قداش نجم تكون في التولي؟ مش حظوظي مش حظوظي يا باش نقول لك حاجه تو سام بعد كنت ترشحوا كوب دمون ان شاء الله تو نقول لك من بعد اما دي كوره بيت ايش تدي تو اما لا ده بالحق انا من الاول كوره حسيت بلبولي مضروب نعرف بلبولي يا اخي ما نعرفش البلبولي لا من جارديان تعرف الحركه من اول ديبلاسمون شفته تحرك حسيت البلبولي مضروب بالحق معناتها بلبولي حسيته مضروب وكيف قلت لك يعني هو جول وانا جول يمكن هو اكسبيريونس اكثر مني مي راهو وخز الجول مسكين ما يرحمو حد صاحبه وعشيرو كان اكل بوتو ولا البار خويا كان ضربت فيه منعته سينو تشكر ربي خويا هذاك المشكلة ما هذا ما ينقص من قيمة البلبولي اللي نسلم عليه نقولوا له إن شاء الله لاباس ولكن فينالمون هذاك شنو يزيد في المنتخب بما أنه كي نلقاو العباد الحاضرين هما اللي يلعبوا هذا هي يمكن الفكرة اللي نحبوا نلقاوها في المنتخب اليوم معنا نبيل معلول الفكرة هذه كانت موجودة عنده كي رينا الجمعيات الكل معناها الفكرة موجودة للي حاضر واللي ينجم يعطي الأكثر والبلوس للمنتخب ينجم يلعب هذا ينجم يوصلنا للكوب دي مون كما قلت أنت ماز صحيح معناتها ديما راهو الحاضر يلعب معناتها ما نجيوش على مقابلة ولا حاجة باش نكلم كيف نقولوا معناتها البلبولي خاص ليطوال ما خاصش ليطوال البلبولي البارح تحب ولا تكره معاون واحد فما حتى حد البارح فما حد من نجم انا بيرسونيل ما قلت لك حاضر ماتش قلت محضر خادم في مخي برا غيتي كيفاش يخدموا منه ما صار شيء معناتها فهمتني سيطرة كانت سيطرة واضحة للتراجع هذا التونسي بالنسبة لي أنا فيكتوار ميريتي وكيف قلت لك معناتها أي لاعب راهو يتعدى خايبة وباهية وكل شيء ما سيرتو معناتها ما نجيوش الجوار الناس كل معناتها تعرف القيمة نتاعو ونقولوا راهو هكا وهكا وهكا واضح معز برشا تفاعلات معز برافو حمزة بن إبراهيم يقول لك أقوى جارديان البارح طارق يقول لك يا معز ناوي تخرج من الترجي لبرا ولا انا بشوف البر الاحتراف تفكر في الاحتراف بوجولي الناس الشامبيونز ليغ اخر نخرج مازلنا نحبوا في الشامبيونز ليغ ها الشامبيونز ليغ اوبجيكتيف كبير برشا يظهر لي المطمح الاول والاخر ديجا يظهر لي خاصه انا وقت اللي بكيت عليها الشامبيونز ليغ الثانيه قلت لهم تتحسوها من بعد خاطر حبيت نهز الشامبيونز ليغ حبيت نهز الثانيه شو الجمله محلاها هذايا تفاعل اخر يا ولدي راهو بن شريفيه الصناعي الوحيد اللي قاعد في تونس وراهو باش يوطن في المنتخب ومسكين الغومبلاسون تاعو اللي باش يبانك برشا بعد هو ماناش نحكيو على شكون باش يعوض هو اللي نحكيو على الغومبلاسون تاعو اللي مسكين قال لك بريتوس اللي انت باش توطن في المنتخب دونك تحيه كبيره للناس الكل اللي تفاعل معنا على الفيسبوك مازالوا سؤالات هاي مجدي يقول لك فماشي ديزوفر البر مجدي دردوري يقول لك لا ولا عندي بالرسمي اوفيسيلمون عندي فان كونترا امانة العروض اللي عندك فين؟ عندي في تركيا عندي في في في, في عندي حتى في الشين شي برشا فلوس لا ما عاد مانيش تي فيز شكون زوالي احكيها فيها اما لا بالحق ما انت اخزر تمشي لبرا تاخذ مليار ونص ولا مليارات توانسه تقعد في الاسبيرونس تاخذ اللي باش تاخذ 500 مليون ميسال شنو نحكي وعايش في جمعيتك ناس تحبك وتلعب وتعطي في روندمون وبالحق معناتها تلعب على المريول خير لك من كل شيء بيان سور باش تعرف تفهم شويه فلوس شويه ديليس شويه هوكت شويه صحيت نحن نورمون وفي اول اربعه توا جاو ولاد كاب انت ديجا انا موجود من قبيله سي بون انا مانيش معارض راني نقعد وانا كنحب نحسبوا لك قداش تكلمت انت انا باش نزيد نتكلم انا هاو جا بلا هاو مالك ورامي لهنا موجودين مالك فلا عاجل هذه الفقرة خارجة عن سيطرة الإذاعة نحن نعمل على السيطرة على الوضع أنباء عن قرصنة ذبذبة كابافام من قبل كابافام شكرا نحن أولاد الكاب أولاد الكاب أولاد الكاب أربع دقائق في الوقت البدل الضايع من ولاد الكاب أهلا وسهلا بكم الناس الكل فيها شوية الجمعة 19 ماي 2017 نبدأ معكم العشية من توا حتى للسبعة متاع العشية غازي مراسكي رامي بحذايا مرحبا مالك مرحبا غازي مرحبا بالناس الكل برك الله استوديو حافل زيد للوسط هكا لا وحلوة أول مرة يحضر معز عندنا انفيتي الوحيد أول مرة اللي يحضر على ايميسيون كان فيها ويحضر على ايميسيون اللي بعدها وباش تكمل ايميسيون عادي تو نتعدى غادي نقول لك بعد ثلاث سنوات ما حنمشي لحد ولا مدام هيثم انت مدام هيثم موجود كمل معنا لك معز لسه معز جمهورك مازال يسمعنا دايور انت خارج انت ما عندكش كهرباء في الشيء هكا
امور اخرى امور اخرى هكاك. نحن باش نبداو العشوائيه خاطر ثم شكون فرحان بالشامبيون من احباء الترجي التونسي. دونك نعاودوا نبارك لكم مره اخرى للناس تسمع فينا كل سوا معنا يسمع فينا في الانترنت ولا حتى على الفريكونس نتاعنا. دونك مواز بشرفيه تلقاو لي فيديو بعد شويه نتاع الانترفيو نتاعو على باج راديو كاب اف ام ولا شين يوتيوب على على راديو كاب اف ام زاد تونسي. دونك مواز يعطيك الصحه اللي ما قالكش هيثم جابك وما قالكش ميرسي بوكو شنو جاب رد كيفاش تليفون يكيك بالهف كما يكيك فينا نحن بالهف ولا. دونك مرحبا بكم الكل كما العادة البلايليست متاعنا حاضرة بالنسبة لليوم. دونك غازي خاطر اليوم عنده 50% شارج نحات متاع ولد الكام سيبون وقتنا خويا انت تول انا شو صرفهم 4 دقائق بودينار عش خويا اسمعني اسمعني انا باش نصرفها بودينار 4 دقائق اللي حكيت لهم وبعد نحكيو فيها بعد. تينا رامي كما العاده موسيقى موسيقى الموسيقى ولا الموسيقى هذيك اللي اخترت انت الخمسه والسته تاع العشاء كما العاده ان شاء الله على كيف اللي يسمعوا فينا فاريتي طربيات كما العاده موجودين الخمسه والسته واليوروبريك نتاعنا ان شاء الله باش يكونوا كما العاده. المستر تيك معاش حاضرين ملك ولا حاضرين رامي مش بالعاني ولا كتو فيسبوك كل كادوات موجودين يكلمونا ديما على 31 36 37 50. امول اخترنا غير الخمسه والسته معاش باش نسمعوهم باش نحكيوا عليهم ولا لا بلا غير السته نتاع العشاء وي باش نسمعوها السته نتاع العشاء سلطان سلطان طرب جورج وصوف من ألبوم لسه الدنيا بخير 98 يلي جمالك غنية يسرح لوا من أحلى أغاني جورج وصوف إن شاء الله بش اسموها الخمسة على عشية خمسة على عشية يا أمير الطرب العربي صابر باي غنية ألبوم 96 يلي جمالك من أحلى الأغاني الغنية الغنية قبل في كرتاج ومن بعد قرب شي سجلها وتخرج هي غنية ألبوم 96 مش عارف الخمسة ولا ستة مهميشة كبيرة اليوم في يولد كاب مول على كيف كنت نسيرش فلا هنما الغنية الخمسة وستة احنا نحبوا ناخذوا الكلمة الأخيرة من عند معز على خاطر باش بشي غادر نسيش هتصيح هيثم من عرش عليش معز يحب يقضي حذينا رفع ما هيثم شتصيح بالك شي ذلك عندي أخوي سنة كولف لا ترح الرمي ترح الرمي ترح الرمي يجي ذي خالد يجي ذي فرق في العظم عندك عماد البوس تاع المصري دفلوكا وماما دو ودنيا سيبو معناها منظم الخمسه ونص تابل السته غربوا تبدا البارتي بلا مش كان في تيران منظم حتى في الدنيا. شكرا لك ماسك كلمه اخيره جماهير الترجي اللي تسمع فيك جماهير المنتخب اللي تسمع فيك شنو تحب تقول الكلمه الاخيره خليها لك قبل كل شيء معناتها نشكركم على الاستضافه هذه بالحق معناتها انا ثاني مره نجي لهنا بالحق حاجه بيه برشا دار دارك يا ولدي دار يبقى على ستريس وكل شيء كيف يجي بحث هيثم يجي هيثم بحثينا كالعاده هذاك عندي انا وياه تاريخ كبير تنحكي في واحد من ادغال افريقيا انا ماشي لاثوب يا جماعه ذاك وبالنسبه للجماهير الترجيه نهنيوا على البطوله هذه ما لازمناش نفرحوا برشا كيف كيف لا قدر الله في الريزلت الخايب ما لازمناش نطيحوا دينا برشا خاطر جمعيه كبيره ما تقفش على الربح ولا على الخساره وان شاء الله قدره ربي طموحنا والانتظارات اللي تستناو فينا في كوسوسوا في الكوب التونيزي ولا في الشامبيونز ليغ ولا في الكوب العرب نكونوا حاضرين كما يلزم في فرحكم وان شاء الله بالنسبه للجماهير التونسيه بالنسبه لي انا ورايي الشخصي ما نفرحوا الجماهير التونسيه لما ترشحوا كوب دمون ان شاء الله ان شاء الله. شكرا ليك معز بن شريفيه اللي قبل ما نمشيو فما طلب اللي فما واحده فرمون تعرف بلي معز خالد فرح بن عبد الله قول له بجاه ربي غني قبل ما يمشي ايوا اش تعرفك بالكدا وفرح وغني لنا حاجه هي تعرفني بالكدا فرمون غني لنا حاجه ما تعرفش نغني ليس اطلع وراك يا شامو يجي من هنا ايش نغني انا خويا انت ما نعرفش نغني خويا انا في البلحوح في التيران حتى الاولاد ساعات نبدو نلعبوا فقامين نعطيك فاز هذه تو في ستيه كامله تو كي نعملها من بعيد ايش الخبي هو علمها لي واحد صاحبي والبرا هو كي نعمل تلبت العمل الكل هاي بيسلموا علي صاحبي عدوا معنا الكل مشكورين برافو يعطيكم الصحه وديزو شكرا لك هيثم شكرا لك هيثم هذه كانت بقايا كونتر اتاك